الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ومن اهتدى بهداه برزان خوشويستان بسران بن رن هر شوين كان صلاتان ليبت خوش حالم ك لزنجر برنامجك بخدمتان شاد مو بناوي عما جكان قرآن بيروس مقاصد القرآن الكريم أم ألقي من ألقي بعصدية لبابتي روك النوي عما جكشتكان لقرآن بيروس من هر دمه او بیر خو مان بینی نو وک براستی پنج امان شه بر دوام ل شریعت تاکید ل سکراوت او کلتوانی اما کو کر و کان تریج بیت اشای کی بو اضافه دکات متابتی امان جی یکم پاراستنی دین انسان و دومیان نفس انسان و دواتر عقل انسان و مال انسان و وسو نسل انسان ل ترتیب کا مناقشه هه کامل پیش کامه بلان بارحال همي گرينگو همي پيراوستيه جيان ببي اوانا دانا مزريو بردوام نابد اگه بيني سر خالي يكن پاراستني ديني انسان ما مصبان لديم راسيام ديني يكا فعلا بو انسان بيت و بو برجوان دي مروفاكان بيت بو دين و دنیا بي بو دنیا و دواروش بي بلان گوي پرسياركاني انسان بي جبجه كري و دیه نری پیوستی کانی انسان بیت لگل عقلا لگل زانستا لگل فطرت و سرشتا ناکوشی و دجایتی نبید من وارد زرم دینه با مواصفات تنیا اسلام با شیوه که بتوانید تواو تواو همو بوارکانی انسان لبرد شاو بگری و بتوانه پرسیار فلسفی کانی انسان ولام داتو لدوائی اوه نفس انسان زور گرینگه چوکه که باس انسان دکین لپیش هموشت او شکل ما نیت برساو که انسان که ام هیکله ام بنایه خو اگر ام هیکله بنایه به هیچ تک نابید بوی پاراستنی ام هیکله ام بنایه یک شکل ضروریات و پیوستیاتی ام دینه و پیوستیاتی حیات بوی همو جوره که لتعده و سنورش کندن بوسر ام لاشه به هر شو لشو کانی تعده یکم لای خدای تعالی بگناحی گوره حسابا دومیشان سزای بودان دراوا هم لدنیا حمل دواروش یکی تلم بابتانا عقل انسان خو انسان که عقل نبیت هر مکلف نیا هر داوال لیکراو نیا بو ای گرینگ براسی انسان گرینجی با عقلی خوی بداد عقلی خوی فراوان بکات و شریعات زور هان مانده دا بو بیر کرنه و ذات اللہ سیاست زرباسی تفکر و تذکر و تدبر و یعنی تیرامان کراوه بو اوه که مدای عقل من فراوان کهین بو عقل من بکار بینین عقل وکو لاستی چه که حتا زیادر بکاری بینین و رایب کشی زیادر دکشی حتا احمالی کهیو بس جوی بخی هر بکشمالاییو ببچوشی دمینه توا یچی لم بوار گرینگانه تر وچه انسانا زوریت انسانا بو زینا حرام کراو بو بختان حرام کراو بو کمرشت حرام کراو بو انسان بپاچی بمینه توا و انسان هویه دیار بیه، کسایتی دیار بیه، نسبی دیار بیه، بابی چیه، داشی چیه یعنی بوی بخوی سر برز بیه، ناس نامکی دیار بیه بوی ام اسلام هاتو و تاو تاو پاریزگاری ناس نامی مروفکان دکات و دیان پاریزید و انسان نسبی دیاره، باوشی دیاره، داشی دیاره لرانگ ام شریعته و هر وها بواری چکه بواری مالیه لانسان کانه کمال زور گرینگه خواده فرمید ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما كما تا مال قيامه بوجاني انسان مال راغريج يعني انسان الدين ودنيا مال ذكري تو دك الدين داري بكي مزغوت مالي دي حج كردن مالي دي الزكاه يعني بوني مال حتى بروجده بزكاه الفطره سر واجب يعني هبوني مال قرباني دك يعني مال كفاره كان يعني مال بيت مال تبت که وقتا براسی دعو بانگوازی مالی دوی پار صرف کردنی دوی و جاهدو بی اموالکم و انفوسکم لزور بی زوری شوی نکان همونو قرآن مال پیش جیان خراوه
ليش شو عندنا بكباسي بيع معاملة الخداي تعالى شو كبراسي إنسان نتواني مال بخشة نتواني دس بداري جانبي ويزور قرينجا باسي إنفاق وبخشين لشريعتها بعضني إيشي فراواني هي هربو قدشون بنا مكان أبو لشريعة دا بفراواني باس كراوا هم بشيوي إيجادو بيدا كردن هم بشيوي باراستن وهم بشيوي تنميو فراوان كردن وهم بشيوي توزيع كردن ودا باش كردن وخلق شون بهرمان بي وخلق شون پشكي هبيت وخلق شون خوي بكا تخاوني داراي مالي خوي لبيني سيستمي سرمايه داري سيستمي اشتراكي اسلام سيستمي چي جاوازي داناوا مزايا جواني هر دوشاني بخوي بردوا لغرد كرنوي خرابة لهر دوشان دا لإسلام مال پيدا كردن نعمتا وهولي بوددري خواهي تعالى دا فرمي فمشو في مناكيبها وكلوا من رزقي بقد بالاكاني زويه بصرا وبقرا داوى رزقي خواهي تعالى بكن ودا فرمي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع حتى كاتي بانقدان بالجمعة درست بيعوا معاملة بكن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لولا شو أجر جمعته أبو بروخ هذا فرمي لا منشا بروب قرب زوي دا بوي كرزق روزي حلال فيدا بكي بويا أواني كبراسي هندك دو علماء متابتي زناني تصوف كزور تقديسي فقيري دكن فقيري بيروز دكن مدحي دكن بي حلال دلين يعني ملا لروانجي شريعته وبراسي يعني بكوي قشتشتي شي بصن نية شوكا زهد أواني كإنسان مالي نبي زهد أواني كإنسان هدبت ولدل الدانبي لدس الدابي بتوين لغي شاكي أسر فيكي بو برجوان دي خلق سر فيكي لقل بني بشرة أم تيستيانا دابش كيو ولقل يانا هاو كار بي متعاون بي نق أوي كند بي زور كسي مالي هجنية بلان بخيلة زور كسي مالي زورة بلان زاهدة دنيا نويستة بو دنيا نويستي لقل نبوني مال دوشتي جاوازا با مالته بلان زاهد با دنيا نويست با بو معناي او مالكات لبناوي برجوان دي دين ودنيا خوت وخلق سرفي بكا إذي أو بري زهد وقناعة بمجا الصحابي مالي النبوة بو عبد الرحمن كري عوف مالي نبوة بو عثمان كري عفان مالي نبوة بو أبو بكر مالي نبوة بو زبير كري عوان مالي نبوة بل أوانا مال داربون ومالي عن زور بوا وباري عن زور بوا وهاو كاري خلطش عن كردوا نموني شهر زور سادة أي عثمان كري عفان رضاي خواهي لبيت ده هزار شكداري آمادة نكل لغزوية تبوكا أي أما مالنا بيدكريت أبيرك إنك الرياوة كخلق في وسبي ما الله ما ذكرت كبيرك البرس يجولك كان دامو بوه براسي إما إذ بيانو يكمني بوه كبنابي زهد وقناعة الدنيا نبيستي ومال ما النبي هش ما النبي في غمر إخوة تعالى زوج رجيم بوارنا دوا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لغزوة بدأ دو شق داريها مو دو سواريها مو دو سواري بعند لغزوة تبوك 3000 سواريها مو وتا 3000 والله أما ذكره مو بوه كمسلمان تيدا روبرير ومكان بمنوا يدي قرنجدان بالدنيا يعني قرنجدان بالدين بلان دين الدنيا ليش قريدين بيكو بي تواوكاري بي دج بيك النبي چونك الدين لهيش وينك دج بيشكوتن نية دج دنيا داري نية دج إدارة نية دج اقتصاد نية دج دولة منبون نية بلكو دج فقيرية دج نبونية دج تسول وسوال كردنا دج مالانگرية دج بارانوية دج داس بستني خلقه دجي دركاو دركو كولانغريه بويا امد به اول برشاو بغرين ايش كاتي التقديسي فقيريو هجاريو يعني نبوني ماده نكين شوك شريعه واناله دين واناله ففي ثواني او عقلك اخواله فرمي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا زي هم بويا امد وزبوه وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منهم هادشي كون بويا مسخر بوا روجك اما شلون استفادنا زويده كاين او اتفادت تشكي روجك كاين ولاتي واه ما حطيش 600 مليار دولار انا بو الا تشكي خور وزي كهرباء دابنكا لو بايا وزي كهرباء دابنكا اما دبي مستفيد بين شلون لزوي للروج لمانغ لاستيركان روجك لو اني بازار كان بس بو اسمان كان بو سرمان بو سروي اما دنيا بو غوري بويا خاده فرمي وسخر لكم ما في السماوات تسخير جواز لويكا يعني تنه منفعتك تتوين تو بكاري بيني مسخري كي لقازان جو برجواندي خوتا بكاري بيني
بوی بلام و گرینگ بو بخست نویب کم لسر ام ضروریاتی خمس که هر چند ضروریات و پیویست کن لسر ام پنجا کشمال ناکری کرد هل نه. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.